بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل اكزامبل تاني بسيط، كل فكرته بقى ان انا مش عايز اريد التكست كله مرة واحدة، وارد اكون عايز اخد لاين اعمل عمليات، اخد لاين اعمل عمليات تانية، اخد لاين والى اخره. خلاص، فاعمل ايه؟ اعمل فانكشن اسمها مين، وهعمل برنت. احنا على طول لا احنا عايزين ناخد كابي بيست على طول من الفايل اللي فات، لان احنا مش هنبعد بعيد. عملت الكابي بيست كده على طول. طبعا كان عايزني اعمل امبورت الجافا دوت اي او، فاعمل فايل الت انتر هيعمل لي امبورت على طول. كده بقى عندي ايه؟ لو سمحت ادخل الفايل نيم او المسار، واخد الفايل نيم اخزنه. وبعد كده عملت ايه؟ ريد تكست. قلت له لا، مش هعمل ريد تكست بقى، مش عايز اريد تكست، انا عايز اريد لاين باي لاين، عايز ايه؟ اريد يعني سطر سطر عشان اعمل عمليات معينه. فبدل ايه ريد هعمل ريد لاينز، فده هيجيب لي اري اوف ايه؟ اوف لاينز، سطر سطر. هقوم عامل عليهم ايه؟ عامل عليهم فري فور اتش، عدي بقى على لاين لاين كده. خلاص، هو فاتح القوسين بتوعها، قال لي خلاص لو عايز تستخدم من لاين اسمه ات. ات دي هي قيمه، هو كاتبها لي اصلا كنوت. الات دي البارامتر اللي جاي اسمه ات، هو القيمه اللي راجعه في اول اليمنت في الاري بتاعت ريد لاينز اللي هو اول سطر. مع اللفه الثانيه هتبقى ثاني سطر، مع اللفه الثالثه هتبقى ثالث سطر، هتبقى رابع سطر، هتبقى خامس سطر. عشان اوضح لك الفكره دي وماشي لاين لاين، هطبع في البرنت لاين هقول له لاين، وهقوم طابع فاريبل اسمه لاين هعمله كمان شويه، وعمل بلس بلس بعديه عشان يزود لاين، يبقى الثاني يبقى الثالث يبقى الرابع. وهيكتب كلمه لاين ورقمه، وبعد كده كولون، وبعد كده الات. الات دي بقى اللاين ذات نفسه، هيكتب لاين مثلا 1 والات، لاين 2 والات والقيمه. وعرف اللاين ده بره اللي هو الفاريبل اسمه لاين، وده هخليه انت، وهبدا قيمته بواحد عشان يبدا يطبع لاين 1، وبعد كده يطبع قيمه 1، وبعد كده يزود واحد بعدين فيبقى 2، وبعدين زود واحد 3 يبقى 4 كده. وبكده ده هيحصل مع كل فوريتش، هيطبع لي لاين باي لاين. تمام. طبعا مش محتاج بقى ريتيرن جوه فاريبل اسمه تكست، يعني خلاص هو الفايل بقرا منه بلاينز، واعمل فوريتش على طول على القيم اللي راجعه، ومش محتاج ان انا ايه احط فاريبل ولا حاجه خلاص، بس هو مجرد ان انا ايه بطبعهم كده. فلو كده عملت ران، قال لي انتر فايل نيم، قلت له مثلا هات لي على السي سلاش، قلت له هو عادي الورك ده عشان ده كان فيه لاينز، ورك ورك وي سلاش، وقلت له ايه اللي كان اسمه الله دوت تي اكس تي. الفرق بس نشوف بس الترخيم. قال لي لاين 1 في سبحان الله، لاين 2 الحمد لله، لاين 3 لا اله الا الله، الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. كده عمل لهم لي ايه؟ اراهم لاين باي لاين. لكن لو انا مثلا بقرا مثلا فايل 2 دوت اكس تي اللي كان موجود في الفايل بتاعنا، هو طالع بسم الله الحمد لله الله اكبر، كله هو عباره عن لاين واحد، فطلعهم لي كلهم اكنهم ايه؟ لاين واحد. كده عرفت اقرا لاين باي لاين، واقدر اعمل العمليات اللي انا عايز عليها.